السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى هذا الفيديو لكم في أحسن الأحوال. كنرحب جميع الإخوة الأخوات في المطبخ وجولات في بلجيكا. الناس اللي كانوا معايا في البداية كنقول دار داركم. الناس اللي انضموا جديد مرحبا مرحبا. ندير معكم واحد الحلوة الشمالية كتجديدة الأخوات والهشيشة بحال كتشوفوا معايا كتدوب في الفم الأخوات، كتوجد بسرعة إن شاء الله توجدوها في العيد. الله يدخل عليكم العيد بالصحة والهنا باش ما كتمنوا. نتمنى تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا على هذه الحلوه بلا البيض الاخوات. بسم الله على بركه الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد على اله وصحبه اجمعين. هنا المقادير اللي كنحتاجو، عندي هنايا اللوز مهرمش ماشي محمر ما كاملش كاس، عندي القرقع والجوز مهرمش ومحمر شويه ماشي بزاف، عندي الججلان كاس ما عامرش محمر ومهرمش شويه، عندي 200 غرام تاع الزبده في حراره المطبخ زبده حيوانيه ولا ديروا مارغرين، عندي 80 غرام سكر كلاصي ولا سكر سكين، عندي 1 ساشين تاع الفاني، عندي 1 ساشين تاع الخميرة الحلويات 15 ولا 16 غرام، عندي كاس الزيت 130 مليلتر، عندي كبصة الملحه، عندي الدقيق مغربل نقول لكم شحال من بعد معايا ديال الدقيق. هنايا قلت لكم الزبده ديالكم تكون بالحراره المطبخ، والسكر الا بغيتوا ديروا السكر حبيبات يكون عندكم رقيق يمكن ليكم، السكر بغيتوا تزيدوا ولا تنقصوا ديروا 60 غرام ولا ديروا 100 غرام اللي بغيتوا الاخوات. باقي غنمرمدوها بالسكر كلاصي. المهم كنخلط هذاك الزبده مع هذاك السكر والملحه والسكر فاني والزيت مزيان بحال يولي بحال كريمه. المهم كتشوفوا معايا الفيديو واضح الاخوات، ومن بعد نزيد عليها هذيك المكونات. هنايا الا ما عندكمش اللوز يمكن ليكم ديروا الكاوكاو ولا الفول السوداني، ديروا الزبيب، المذاق الا بغيتي ديروا القرفه، بغيتي تزيدوا ما زهر الاخوات. الحلوه الشماليه معروفه ديروا فيها اللي بغيتوا، اللي مزيان فيها كتجي شيشه، اللي درتوا فيها كتجي جديده وهشيشه الاخوات. نتمنى هذا الفيديو الى الاعجاب ديالكم نجي خفيفه ظريفه على كلكم. ما تنساونيش باللايك ديالكم، جزاكم الله كل خير. هنايا قلت لكم الدقيق عندي مغربل كتاخذ منا 450 حتى 500 غرام، نتوما زيدوا شويه شويه. هنايا زدت هذيك الخميره الحلويات درت انا 15 غرام، الا عندكم 16 غرام ولا ديال المغرب ديروا جوج نتاع ساشي ديال 7 ولا 8 غرام، المهم اللي عندكم الاخوات. المهم كنزيد الدقيق ما كنعجنش العجين ديالي، غير كنجمعوا بحال كتشوفوا معايا، كنجمعوا هكاك بالاطراف نتاع الاصابع، كندخل في هذيك الدقيق كنسرع الفيديو صافي الاخوات ماشي كنعجنوا. المهم الفيديو واضح معاكم، والعجين ديالكم ما يكونش كاسح، المهم تكون شويه رطبه، وغنديرها معاكم بلا المرشم. الا ما عندكمش المرشم غديروا هذه الحلوه. الحلوه المهم سهله ولذيذه بحال قلت لكم، كتذوب في الفم الاخوات، وكن نشوفوا باليد اللي عندنا ناشف باش نشوف العجين واش هو هذاك لحقاش من هذيك اليد اللي عندنا فيه العجين، ملي كنشدوها به بحال اللي كان صحابنا باقيه فيها عاد خفيفه. هنايا درت غطيتها بشويه نتاع بلاستيك السلوفان، عندي تما كلاطه نتاع الفران فرشتها. نتوما الا ما عندكمش معليش ما غاديش نلصق معاكم، عندي هذاك المرشم ديالها ما عجبنيش ما كيخرج، غنجرب معاكم وحده ما كيخرجش فيها هذيك الزواقه، وزايدون كيجيبها صغيره، انا بغيتها شويه كبيره ودرتها شويه بومبي. نتوما يبقى لكم الاختيار ديروها ديروها رقيقه الا بغيتو، وعندي هذيك المرشم الاخر ما عجبتنيش، بهذيك المرشم درتها بها واحد المره ما عجبتنيش. انا هذه الحلوه ما كتخطانيش كتعجبني وسهله في التوجيد، وزيت غير هذيك سميتو النقاش، وكنقش هذيك كعشوائيه الاخوات. نتوما
يبقى لكم الاختيار نقشوها كيف ما بغيتو. هذيك الحلوه، هذه الحلوه ماشي ضروري ديروها بهذاك المرشم ديالها، وباش يجد عليها السكر وصافي الاخوات على داك الشيء كندير بحال الثقبات وصافي، وما كندخلش فيها داك سميتو في الداخل باش ما نقاش ما باش ما كتعرفوا فيها داك المكسرات بحال الا دخلنا فيها في الداخل غيتحيدوا هذيك المكسرات. على داك الشيء كندير غير داك الشيء خفيف خفيف وصافي بحال الثقبات خفاف وصافي. المهم باش هذيك السكر يشد عليها، هنايا الا ما عندكمش هذا النقاش يبقى لكم الاختيار ديروا غير الفرشيطه ولا الشوكه. شحال هذه ما كانش عندي، كندير غير الشوكه وصافي الاخوات بحال ندخل فيها الشوكه كندير فيها هذيك الثقبات. والمهم باش انا يشد عليها هذاك السكر هذوك اللي كنتهم درتهم صغارين عاوتاني حيتهم عاودتهم. هنايا كندير كويرات كتكون بحال الغريبه، المهم خليتكم تشوفوا معايا. كاين معايا البنات اللي كيتعلموا هذاك النقاش كنديرو في الطحين ولا في الدقيق وكنمسحو باش قلتكم كيلصق في العجين، عندنا هذا العجين هشيش. وشتو معايا خليتكم ما درتش السرعه باش تشوفوا ما كندخلوش فيه في الداخل، الا دخلنا فيه في الداخل بحال كيهزنا العجين، العجين الشيش. وقلت لكم ما فيش البيض هذا العجين، الناس اللي عندهم الحساسيه نتاع البيض بلا البيض. المهم ممكن تشوفوا معايا هذيك الشيء عشوائيا وصافي الاخوات ماشي شي زواقه باش ملي كنديروا السكر كلاصي يشد عليها وصافي ماشي. المهم خص ضروري يكونوا هذيك الزواق، المهم كل واحد يزوق على الذوق ديالو. نتمنى هذا الفيديو الى الاعجاب ديالكم، ونجي خفيفه ظريفه على قلبكم بحال كنقول لكم. كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم. المهم كنستمر بحال هكا الاخوات هنايا شحال عندي المراشم حتى واحد ما عجبني. جربت ثلاثه نتاع المراشم هنايا ما عجبونيش وصافي استمرت بحال هكاك وصافي بهاد سميتو. وكندخلوها في الفران يكون سخون على 180 درجه الاخوات حتى كملتها كامله هنايا، عاد دخلتها الفران تاخذ واحد اللون بحال هكاك مذهب ماشي محمر بزاف غير مذهب وصافي. ممكن ناخذ السكر كلاصي بعد ما بردت. المهم هنايا الاخوات كندخلها هكاك في السكر كلاصي ماشي بزاف، وعاود ثاني ما درناش في العجين بزاف تاع السكر كلاصي غير شويه وصافي. درنا 80 غرام، كتعرفوا 80 غرام ماشي بزاف ولا بغيتو قلت لكم اقل ولا اكثر. وجات في الحلاوه ماشي حلوه بزاف ماشي. المهم هي هذيك كتشوفوا هذيك المرشم اللي درت فيها هذيك واحد الحبه قلت لكم جربتها وما عجبتنيش ما كتخرجش. شفت في المغرب عند العائله عندهم ما كيخرج من مزيان وكبير شويه هذا صغير فوقاش ما شريتو ما خرج. شريت ثلاثه منهم ما خرجونيش بحال كنشوف عند العائله في المغرب. مهم ممكن نديرها في السكر هكا كنحل كنحيد من هذيك الزايد السكر كناخذها في اليد ديالي تكون هشيش الاخوات غير شويه عليها وصافي الحلوه ديالكم. انا كنسرع في الفيديو باش ما يجيكمش طويل. المهم بعد ملي كتوجد معنا الحلوه ديالنا كنديروها في شي علبه ولا شي حاجه كنقدموها في العيد والصحه. ولهنا كتشوفوا معايا هذيك الحبه اللي درت، هذيك الحبه اللي درت من هذيك المرشم ما عجبتنيش درتها في السكر ما عطاتش شي هكاك زواق. المهم كتعطي واحد الكميه ما شاء الله كتشوفوا معايا. او كلينا منها كان هذا داز المغرب اللي قدمتها معكم هنايا. المهم كتشوفوا معايا الاخوات كودكم غنرسها معكم هنايا كتجي شيشه وكتحضروها في السرعه دغيا دغيا كتوجد معكم
كنقول لكم بالصحه والراحه، خليكم في امان الله وحفظه، نقول لكم مع السلامه. الفيديو المقبل ان شاء الله. السلام عليكم.